تدري اليوم ايش حصلنا احنا؟ البارحه واول بارحه حصلنا تهديد من مكتب الوزير. اي نعم. هددني الي شخصي، عندي رقم التليفون واخوتي شاركت الرقم ويا كل اخوتي. نعم صحيح. تهديد مباشر، الشغله يقول لي اسويها شخصيه وعشائريه. شخص من مكتب الوزير على مدعد نقاط. نعم نعم. احنا ليش هيك؟ ليش يريد يحولها شخصيه؟ ليش يريد يحولها؟ يعني ما اعرف، حتى يعني نبطل، حتى نخاف ونرجع لي ورا. احنا لا، جينا وش يريد يصير خليه يصير. احنا جينا تعنينا انا واخوتي للمطالبه بحقنا، ما نريد لا مادين يدينا بجيب واحد. نعم. القانون شو يقول؟ القانون يقول انتقل، حق الانتقال بغض النظر عن التخصيص المالي. المؤسسه، قانون المؤسسه وفقره بالموازنه. الموازنه مفتوحه. نعم. نعم. شو تقول؟ تقول حق الانتقال بغض النظر عن التخصيص المالي وعن التخصص، ما لي علاقه باختصاصك. بالدرجه يعني والعنوان. حتى الدرجه والعنوان الوظيفي او مو اولويه، حق بس اني. ليش اطب جوه القى واحد مو من ذوي الشهداء طابعي له كتاب نقل واني من ذوي الشهداء؟ لا، لان ذاك متحزب من الحزب اللي خاص بالوزاره. ما يصير، احنا من ناوغات راح نعتبر الوزاره والحزب الراعي لها هم ضد ذوي الشهداء، خصوصا بعد التهديد اللي صدر من عندهم. التهديد، تهديد احتواش التهديد انه انتم ايش راح تحضرون؟ احنا اتصال ورسائل واتساب ورسائل على الفيس. هذا الاتصال السولف وياك شلون؟ الاتصال يقول اني بمكتب الوزير، طبعا خاله وكيل الوزير، لان الشخص يعني عرفنا اسمه وعرفنا رقمه، خاله احد وكلاء الوزير، قام بتهديدي انه اذا تحضرون فنكم اذا حضرتوا. الاتصال شلون؟ الاتصال اي هذا الاتصال، فنكم اذا حضرتوا، واحنا الموضوع راح نحوله من ذوي الشهداء ووزاره نحوله شخصي وعشائري. واني وانت طبعا اجى الي خاص. ليش؟ لان انا الممثل عن اخوتي كلهم قالوا نحضر واحنا نوقف بوجه الشمس. وحضرنا واليوم احنا موجودين، وما همنا تهديدهم ولا راح يهمنا تهديدهم، مثل ما تفضل الاستاذ ثائر، احنا موجودين وما يهمنا تاثير. لكن هذا العمل صحيح؟ هاي دوله مؤسسات؟ ليش هيك؟ ليش؟ ثانيا شنو اللي سويت لك يا اني؟ مجرد ذوي شهيد